ايه يا شخلي يا اخوي، ما بتسمعش حسن شاكوش؟ مين حسن شاكوش ده؟ حسن شاكوش واحد كبير كده يعني. شاكوش هو مثلا يعني؟ بيغني اغاني رايق. رايق بيقول ايه؟ بيقول لك يا هواي انت كلب انتاي. بس عرفته حسن شاكوش اللي عامل ترند على السوشيال ميديا دي. اكرن كده ما تحرقش بقى، اما انا بقى صوتي ولا تقول لي حسن مطرقة ولا حمو بيك. عرفنا كده. اسمعك حتة بقى من طرب الفن الاصيل. سمعنا كده. كنت انا بسهر وانت اتنين. تعمل ايه هذا شغل انت وانت قاعد وسايب الشغل؟ انا يا دول سايب الشغل انا؟ انت الصبري سايبنا ليه؟ انت بتعمل ايه؟ هو كده معه كده. استنى كده، مش هتقول له ايه؟ تعالى يا بطل شخلول، بقى مرتب كبير قوي. بقى ايه؟ بقى مرتب كبير قوي بيغني. انت بتغني صوتك حلو يا ده شخلول. صحيح انا جيت على الصوت بتاعك وجيت من بعيد. امال ايه يا حتى انت عايزك تقدم لي زابوس كيدز. ايه سابوس كيدز ده؟ كيدز اللي بيقعد بيغنوا الاطفال. كيدز الكيدز بطولك ده؟ كمل يا اخوي. سمعك حته بقى. سمعني حته حلوه كده عشان لو كده اقدم له ودوق لك اخوك يقدم. طيب اجيب لك حاجه للفنان مين؟ الفنان مين؟ انت كنت بتسمع ايه دلوقتي؟ بسمع حسن شاكوش. شاكوش بقى كده ليك. حته بقى للاستاذ عمرو دياب. كمل عمرو دياب مره واحده الهضبه. قادر وتعمل على ليه؟ ده محمد محي اللي بيغني ده يا دوق ليك. لو النبي. امال ايه؟ انت مش عارف مين اللي بيغني يا شخلول؟ ما علينا يعني، هي اغنية حلوة وبتاع فعلا. صوته حلو يا دوق ليك. قادر وتعمل على ليه؟ ايه الحلاوة دي؟ يعني تعلى بالايام وتنزل بقادر. اسمع بس. كمل. قادر وتعمل على ليه؟ اعمل على روحك يا شخلول. على عمري ضيعته. على الاوهام. ده محمد محي. عمري ضيعته تعلى بيها والاوهام بتنزل بقى على طول كده من غير ما تفكر. مد وجزم. معقول لك الطاقية. يعني تظلمني. ازلمك؟ بالظبط ولا بالزين؟ ما تحرقش بقى اي حاجة. طب انا بقى عندي فكرة ليك يا ده شخلوق. لو انت صوتك حلو عايزك بقى تقولي لو انت بتغني على المسرح تعمل ايه؟ بنت الجيران شغلة لنا عليا. وانا في المكان في خلق حواليا. مش عاوز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني لياليا ورقصني يا جدع وتريريتي وفي ليلي عزيبي معاك. الله ينور عليك. الله ينور بهوايا. انت كلب انت. يلا بقول له بقى على الايام. تعالى بالايام وتنزل بالبتاع.